يسعد صباحكم أحبائي، أهلا وسهلا بكم وفقرة الأبراج لهذا اليوم. صباح الخير على الجميع، إن شاء الله نتمنى الصحة والسلامة للجميع يا رب. الصحة والسلامة، أصبحنا نطلب مطالب الصحة والسلامة وهي لا بد أن تكون قبل كل ما نتمناه في حياتنا العامة والاعتيادية، لكن أصبحنا الآن نتمنى الصحة والسلامة للجميع. ربنا يشافي كل المرضى في كل العالم وفي بلدنا العزيز، وإن شاء الله يا ربي تكون الأيام المقبلة تحمل في طياتها فد بشرة خير للعالم في التخلص من هالجائحة اللي دنمر بيها. ربي إن شاء الله يجعل الصحة والسلامة لكل المشاهدين الأعزاء، وتحياتي كذلك لزملائي كافة في قناة الرشيد الفضائية، أهلا وسهلا بكم. أكيد بالخارطة الفلكية عرفنا أنه البارحة كانت حالة كسوف شمسي، وتأثيره ما زال موجود لأنه الأشعة الكونية تستمر إلى مدة، يعني مدة معينة. لابد أنه مثل ما العطر في موقع يفوح فيحتاج لفد مدة معينة حتى يختفي، فكم بالحرى تأثير كوني وأشعة كونية، فلا بد أنه تأخذ فد مجال معين حتى تختفي. فما زال التأثير الكسوف علينا موجودة، والأمور اللي نبهنا عليها في وقتها في السابق أيضا ما زالت متواجدة حتى ينتقل القمر إلى برج آخر اللي هو برج الأسد. متى سينتقل إلى برج الأسد؟ سينتقل يوم 24، اليوم 22، يعني يوم 24 راح يكون القمر في 23 فترة انتقال، و 24 راح يكون في فترة في برج الأسد الناري. راح تبدي شوية شوية الأمور تبدي تأخذ شكلها الطبيعي. إذن على هالأساس القمر ما زال متواجد في برج السرطان المائي، وما زال التأثير الكسوف الشمسي اللي حدث البارحة موجودة. فذكرنا الأشياء أو التداعيات اللي المفروض أنه نعرفها، والأبراج المتضررة من هذا التواجد الفلكي مثل مجاميع، قلنا مجاميع الأسد، مجاميع الحمل، مجاميع الجدي، مجاميع الميزان. هذه الفترة شوية مثل ما قلنا ننتبه شوية على صحتنا، نحس نفسنا أنه دا نشعر بنحول بإرهاق شديد. كل واحد حسب تاريخ ولادته وحسب عشريته يشعر الشخص ب يعني انحلال بجسمه، هذا نتيجة التأثير الفلكي للكسوف الشمسي الحاصل. بعد ما ينتقل القمر إلى برج آخر راح تبدون تستشعرون أنه وضعكم راح يكون جد أفضل، فماكو داعي للقلق الكثير. علاج هذا بتناول السوائل وكذلك النوم، نأخذ قسط من النوم يشعر الشخص بالارتياح من هذه الظاهرة. المهم اليوم راح نتحدث عن الزهرة. كوكب الزهرة موجود في برج الجوزاء، وهذا يضايق كذلك مجاميع برج السرطان، ضاغط عندهم بشكل كلش كبير. فلهذا السبب الزهرة بعد يومين راح تبدي تعود إلى حركتها التقدمية. طيب بعودتها إلى حركتها التقدمية كيف ستتكون التداعيات؟ ليش؟ لأنه هذا الكوكب في آخر فترته فده يكون ضاغط جدا في على الأبراج اللي ممكن تكون متأثرة من هذا التواجد. فعندنا مجاميع برج الثور وبرج الميزان. برج الميزان ده يصير عنده ضغط أكثر، ليش؟ لأنه من واقعة الـ يعني الكسوف الشمسي الحاصلة البارحة، وكذلك من تراجع كوكب الحاكم اللي هو الزهرة، فتبدو التداعيات شوية نوعا ما أكبر. فلهذا نصيحتنا منا إلى يوم 25 راح تكون الفترة أفضل بكثير. لذلك من أي ناحية مولود برج الميزان عدا الناحية الصحية اللي قلنا أنه شوية راح يكون عنده فد نوع من التكاسل، من نوع من الخمول، نوع من الإرهاق، يشعر بإرهاق شديد إذا كان في
أو إذا كان عنده فد نقطة ضعف معينة في جسمه، كأن تكون فد حالة مرضية، فكيف يكون الوضع بال يعني جانب آخر ممكن أن يتأثر به، فلهذا ننبهكم عليه. مثلا عندنا مواليد برج الميزان، مولود برج الميزان عندك الزهرة دا تضغط في البيت التاسع. البيت التاسع اللي هو شدا يخليك تشعر، أكو منطلقين. منطلق أول أنه أنت دا تحس أنه أكو ناس دا تراقبك أو دا تتجسس عليك أو دا تريد تعرف أخبارك أو دا تتحدث عنك بشكل أو بآخر، فهذا دا يخليك تشعر بشيء من الانكماش، شيء من الانزعاج. يعني مو شرط أنه فقط الإنسان يراقب من قبل السلطة يعني، أو مثلا إذا يعني أمور أخرى، لكن يمكن أكو ناس يشعر أنه هم مستهدفي أو يخيل له ذلك. فهذا المولود يحس بنوع من الصراع، كأنما الآخر يريد يقتص منه، أو الحالة المعاكسة، وهذا الحديث لمن؟ لمواليد برج الميزان. فالكسوف الشمسي ويا تراجع الزهرة دا يخليه أنه دا يبدي يجوز هو دا يقوم بهالعمل، يجوز هو دا يتقصى عن أشخاص. فهل يا ترى في الحالة الأولى أو في الحالة الثانية يسموه فعل التقصي أو البحث عن الحقائق، أو إذا كان متعرض إلى مظلومية معينة يقول أريد أعرف منو اللي سواها هاي الشغلة؟ فأكو فد رغبة في التقصي عن الحقائق ومعرفة الأسباب، أو شعور أنه أكو أحد يتقصى عنه ويتابعه ويتابع وضعه. فهذه دا تنطي فد حالة نفسية نوعا ما بها شيء من الضغط عليك. فهذه الأمور أو هذه الأفكار اللي دا تندابك عزيزي راح تبدي تنتهي. اللي دا يتعامل ويا مواليد برج الميزان أحياناً دا يصير قسم منهم هواية دا يتسألون، يعني حتى اللي ويا مواليد برج الميزان يقولون هذا شبيه، بس يعني دا يتسأل ودا يدخل في دقائق الأمور وليش هالشكل وليش هالشكل، ودا يتقصى عن أمور. هناك أفكار يمكن تنتاب الإنسان في لحظات، اللي يتعايش ويا هالبرج خليه يكون أكثر صبر في التعامل مع هالأمور. أنه كذلك إذا سألنا سؤال نجاوب عليه، إذا إحنا أصحاب حق وما نحاول قدر المستطاع أنه نجاوب عليه، لأن هذا ممكن أنه يسبب لنا فد إشكالية في الردود وفي رد الفعل، وكذلك الموقف اللي احنا راح ننتخذه ويا هالمولود. والاكثر مجاميع اللي هم دا يصير عندهم هذه الحاله الزحليين، يعني اللي عشريتهم خاصه بزحل، وكذلك المشتري. هالامور هذه شويه متعبتهم، فهل مجال هذا دا تضغط عليكم الزهرة؟ هذا كسبيل المثال. فإذا عرفنا مواليد برج اللي دا يتعامل ويا الميزان، خلوا في بالكم أنه راح يصير فضولي، متسائل، شوية قلق، تعبان، يريد يجد تفاسير لبعض الأمور، أو فالتفاسير معينة للظروف اللي قد تكون هي يمكن تكون مسلطة عليه بشكل من الأشكال، فلهذا السبب دا يبدو شوية عنده فد غرابة بالأطوار. كوكب الحاكم راح يرجع يتعدل يوم 25، فهالأمور كلها راح تنتهي. طولوا بالكم شوية عليهم، لا تكون هذا سبب في بداية إشكالية. هذا من يتعامل مع مواليد برج الميزان، وخصوصا إذا كان في مجال عمله، إذا كان رئيس عملك من الميزان، أو إذا كان أنت مرؤوس من برج آخر. أوكي؟ منو بعد عندنا؟ مواليد برج الثور. مواليد برج الثور شوية البيت الثاني عندك الزهرة بمتراجعة،
فبفترة قبل يعني تتعدل دا تضغط عليك. أولا أكو قسم من كبار السن دا تضغط عليهم صحيا. مواليد برج الثور كمولود برج ثور لوحده يعني مو ناخذ الطالع كأن يكون برج الثور مع طالع جوزاء، برج الثور مع طالع حمل. برج الثور ككل نقاط ضعفه كالزهرة بصورة عامة يصير منطقة الرقبة والأكتاف، منطقة الرقبة والأكتاف وماذا يوجد في الرقبة وماذا يوجد في يعني الكتف. فهذه الفترة راح يصير ضغط عندكم في هالمجال، كأن يكون التهاب أذن أنف وأذن وحنجرة، كأن يكون عندكم أوجاع في مفاصل الكتف، سوفان في الرقبة. هالأمور هذه نحاول بالنسبة لكبار السن يمكن راح تبدي تظهر عندكم هذه الأعراض. بعد عودة هذا الكوكب إلى التقدم لا راح تبدي مظاهر تحسن في هذه الأمور. هذا كل من بصورة عامة عدا الطالع، لأن الطالع أيضا ينطي نقطة ضعف مرضية مثل ما ينطي نقاط إيجابية في الطباع. فنأخذ الجانب السلبي والجانب الإيجابي بالأمور. فهالمسائل هذه الأمور الصحية وكذلك الأمور المادية دا يصير عندكم شوية بيها ضغوط. بتراجع الزهرة يصير ارتفاع بسعر السلع والبضائع وهالأشياء يعني وزيادة صرفيات، حالة من حال المريخ. فهذا شيء ينطي انه في هذه الفتره نحاول قدر المستطاع نخلي في ميزانيتنا فد فلسين ثلاثه جوا ايدينا، لان هاليومين ثلاثه راح يصير شويه عندكم مصروفات مفاجئه قد تكون لكم او لاحد احبائكم. بالنسبه للعشريات كذلك التي تخص الزهره، العشريات من بقية الأبراج اللي تخص الزهرة، من هم؟ خلنا نجي نطلع عليهم. عندنا السرطان الأولى منها إيش راح يصير عندكم؟ الأولى راح يصير عندكم فتور عاطفي قوي جدا وكآبة غير مسببة. إياكم هذه الفترة بإجراء أي عملية تجميل نهائي، أي عملية تجميل. إذا كنت طبيب تجميل وإذا كنت شخص مقرر تسوي عملية، هاي الأمور ما تسووها هاليومين رجاء، لأن إلها تداعيات. عليكم ما يتم الاستشفاء في وقته أو قد يحدث تأخير حتى بموعد العملية. فهالمسائل نشيلها من بالنا، ضغط كلش قوي عليكم وخصوصاً الكسوف الشمسي وتراجع عطارد. فهالمجموعة جدا تعاني في هذه الفترة نفسيا، وهذا إلى أيضا تداعيات على الصحة العامة. عندنا مجموعة الثانية من العذراء. الثانية من العذراء وين دا تضغط الزهرة؟ في أي موقع من حياتهم؟ في طريقة تدعيم السمعة والمهنة والشأن العام والنجاح، في أنه كيف راح يقدر يثبت هذا الشخص. قد يكون واقع تحت مظلومية معينة أو مجروح من أشخاص أو سامع فد كلمة مؤثرة به جدا أو فد موقف من آخر قد يكون محبذ إلى قلبه وقريب إلى قلبه، ممكن أنه يكون مسبب له نوع من الأذية أو فد خلاف معين حادث لهم، لأنه يمكن يكون إذا كان مرتبط من مجاميع الحوت أو من مجاميع اللي متضررة في الفترة الحالية من الأبراج، قد يكون انفصال زعل أو فد مشكلة صايرة مسببة زعل. فنلاحظة منكمش جدا كيف يستطيع أن يثبت براءته أو يبين وجهة نظره، أو دا ينتظر فرد تصفية لأمور عالقة جدا في حياته. هذه المسائل إن شاء الله راح تنتهي هالفترة، كونوا أكثر صبر ولا تتخذون أي قرار مع احترامي لكم أسادتي الرجال. إذا كنت مرتبط ودا تشوف أنه أكو مظلومية عليك، لا تحاول في هذه الفترة تتخذ قرار انفصال أو طلاق
لأنه أنت كلش في هذه الحالة متأثر، يمكن بعد ما يفض التأثير هذا الفلكي راح تشعر بندم. فليش نخلي نفسنا في موقع اعتذار؟ لا تتسرعون باتخاذ قرارات قد تخص شراكة عمل أو شراكة ارتباط. نجي الآن إلى العشرية الأخيرة من العقرب، خاصة بالزهرة. وين دا يصير تأثير الزهرة عليكم؟ دا يصير تأثير الزهرة عليكم في الناحية التمويل والقروض والعالم الآخر. أحزان دا تكون عبارة عن غيمة دا تظل لحياتكم، تفكير، قلق، تردد، نوم يمكن يصاحبه كوابيس أو قلق مستمر، لا أعرف يعني لا تكون إلى مسبباته، كل واحد حسب ظرفه، فده يصير عنده لود بهالأمور. تأخذون الأمور ببساطة، هذا نهاية لبعض الأمور اللي ده تمرون بيها. مع اعتدال كوكب الزهرة راح يكون وضعكم أفضل بكثير أحبائي. فهذه الفترة أيضاً اتركوا شوية القلق، هذه الغيمة اللي فوق راسكم حاولوا تزيحوها. اللي يصير خلي يصير، يعني لا يجب أن يقع الإنسان تحت طائلة معينة أو ظرف معين يقول اللي يصير خلي يصير، أنا أسوي اللي علي والباقي على إرادة الله سبحانه وتعالى. تحتاج في هذه الفترة إلى الجلوس مع ذاتك وإلى كم من الصلوات والأذكار والحياة الروحية اللي راح تمنحك شيء من السلام في داخل نفسك. عندنا بعد منو؟ الزهرة ضاغطة بعد على مجموعة الدلو. هو الدلو مبتلي هاي الفترة، يعني شوية أموره بالتأثيرات الفلكية كان بها شيء من التعقيد. فإجت الزهرة دخلت إلى برج إيجابي، فيعني كان لها فد نوع من التأثير الحلو في يعني تصفية بعض الأجواء. إجت تراجعت فخلت أمور الدلو أكثر مقيدة من ناحية. فحالته النفسية وكذلك علاقاته مع الأولاد، حياته العاطفية والرومانسية، وأهم شيء الإنسان من ينضرب بعاطفته سواء كان العاطفة اللي يخص المرأة والرجل هذه من جانب، والعاطفة بصورة عامة، يعني الإنسان عاطفته تجاه كل شيء، يعني هذه شوية تأثر عليه. لكن نصيحة الفلكي اللي دا ينظر إلى الخارطة الفلكية وهذه الأمور اللي أنت دا تعاني منها كمولود برج دلو بصورة عامة والمجموعة اللي تخص الزهرة، يعني كونوا أكثر صبر، حان وقت الانفراج. كل هالمسائل هذه تدعو إلى أنه تقول لنفسك يا حبذا لو كافي أدمر عاطفتي. الحزن إلى نهاية، والحياة اللي ممكن أنه أتعامل بها مع الآخرين إلها نهاية. لحظة وقوف مع الذات، أحياناً الإنسان يجب في ظرف معين يخلي فد كنترول على العاطفة، مو كلش يطلقها، لأنه الحزن الشديد مؤذي جداً على الإنسان، والتفكير الزائد عن اللزوم يزيد من طاقة عمل المخ، إضافة إلى ما دا يستشعر به من حالة مرضية. فلهذا السبب رفقاً بنفسك، الفترة الحالية تدعوك إلى التمهل، وأنت أيضاً ما لك مثل زميلك العذراء، أرجوكم لا تتخذون أي قرار يخص انفصال أو ترك أي شيء، لا بيت، لا وظيفة، لا زواج، لا خطوبة. نترك للأيام المقبلة حتى تتوضح لنا الصورة، تنزال الغيوم حتى تصفو السماء وتتوضح لنا الصورة. في حالة لو توضحت الصورة إحنا نكون عندنا حق في اتخاذ هالقرار، أو حتى نقع لا نقع تحت طائلة اللوم، وكيف نقول أنه نحط نفسنا في نقول أنه إحنا آسفين غلطنا، ماكو داعي. ف
فهل مشاكل هذه كلها من تأثير كوكب الزهرة اللي بدلش يضغط على الحالة النفسية إلى هؤلاء؟ وكل هؤلاء اللي ذكرتهم أحبائي في هذا اليوم أيضاً غير مشمولين بإجراء أي عملية تجميل، أي عملية تجميل أيما كانت ممنوع حتى تتعدل الزهرة. بقى لها يومين وإن شاء الله كل هالمسائل اللي ذكرتها قد تنتهي إلى بعد آخر إن شاء الله. فشرحت بصورة مختصرة أكثر الأبراج المتضررة وأسبابها، وكذلك العشريات اللي تخص الزهرة أيضا شرحنا أسبابها. فأتمنى أنه تكون وصلتكم، ونتمنى أنه قدر المستطاع نصيحة الفلكي تأخذ فد حيز في أذهانكم وفي آذانكم لكي نتجنب الكثير من الأمور التي قد نقع فيها أحيانا وإحنا غافلين. اتصالاتكم أستقبلها بكل ترحاب وأرد عليها إن شاء الله في وقت الفقرة، لكن هناك أيضا اتصالات كانت واردتني من أوكي راح أحاول أجاوب عليها قدر المستطاع. بنتي إسراء اللي دا تتصل بينا، يا ريت إذا كان بالإمكان إذا ما استطاعتي من أنه يكون لي الشرف في أنه أتواصل وياك، فأتمنى أنه إذا اتصلتي بالكنترول في أي وقت الجماعة ما يقصرون ينطوني الورقة وينطيني التاريخ لأجل أن أجيب عليك، لأنه الموجود عندي إسراء 17-3-84 وجاوبت عليها وقلت أنه هي مجموعة الحوت طالع العقرب وشرحت الأسباب عنها. عندي أم إسراء بالنسبة إلى 15 و15-11 بالنسبة إلى يعني عملية إنجاب. بنتي العزيزة ما نفكر هسه بالإنجاب، ليش؟ لأنه إحنا ضمن جائحة كورونا، هذه الجائحة قد تمنعنا من هذا الموضوع. أنتوا بالذات بالفترة الحالية كأبراج متجاورة ممكن أن يحصل تأخير بالإنجاب، كأبراج متجاورة هذا كهربائي وهذا مغناطيسي ممكن أن يحصل أحياناً تأخر. هذه الفترة التفكير بالإنجاب ما مفضل يعني كجائحة وأنتوا دا تعرفون تداعياتها، لكن لنقل أنه إحنا ننطي نصيحة لكن اللي يتقبلها أو اللي يريد يعرف معلومات فأني راح أنطيك إياها كمعلومات بنتي العزيزة. الفترة مناسبة لمجاميع برج الميزان وكذلك لمجاميع برج، أفضل فترة للإنجاب تكون هي إن شاء الله في شهر 8 وفي شهر 9 وفي شهر 11 و12، يعني هذه الفترة تكون جد مناسبة للإنجاب. شهر 8 ليش قلت بي؟ لأنه مولود برج الميزان من راح ينتقل الزحل يرجع للجدي، فبيت الدلو بيت الإنجاب عندك راح يفرغ، فراح يكون مناسب. أوكي انتهى وقت البرنامج. 21-3 أفضل فترة للزواج راح تكون إن شاء الله في 6 أشهر المقبلة بعد دخول المريخ إلى برج الحمل الناري. و20-12 نريد نعرف شنو هو البرج، هو برج القوس الناري. أنا شاكرة لكم وشاكرة إلى متابعتكم، يا ربي أتمنى لكم الصحة والسلامة وأشكر متابعتكم. الأجواء تنتقل إلى زملائي حسناء ومصطفى. شكرا جزيلا.